الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مسجد نفيسة العين السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة، وعبر موقع وزارة الأوقاف المصرية، نحييكم حيث نقدم لكم احتفالية جديدة من احتفاليات هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، شهر الخير والنفحات، شهر البركات. إنه الشهر الذي يزداد فيه رزق المؤمن، الشهر الذي تضاعف فيه الحسنات، ويقبل الله فيه توبة التائبين، ويغفر للمستغفرين، ويرحم المسترحمين. خير ما نستهل به لقاءنا معكم في هذه الاحتفالية المباركة تلاوة لما يتيسر من سورة البقرة برواية حفص عن عاصم، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد معينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الداعي إذا دعان،
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. وبعد أن استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الذكر الحكيم، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينع في أول أمسية رمضانية نقدمها لحضراتكم عبر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف في استقبال هذا الشهر الفضيل الذي طال انتظارنا له على مدار عام كامل. هذا الشهر الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، نستظل الآن بظلاله ونتنسم عبير رحماته وفضائله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا خلاله الصلاة والصيام والقيام. الآن مع هذا الحديث الديني لفضيلة الدكتور خالد أبو العز من علماء وزارة الأوقاف. بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أيها الأحبة في الله، يستقبل المسلمون في هذه الأيام المباركة ضيفا عزيزا وشهرا كريما تتشوق النفوس إلى لقائه وتتطلع القلوب إلى مجيئه. يفرح المسلمون بذلك الشهر، وحق لهم أن يفرحوا بذلك، حق لهم أن يفرحوا بشهر تضاعف لهم فيه الحسنات وتمحى لهم فيه السيئات، حق لهم أن يفرحوا بشهر الخيرات والبركات والقرآن، حق لهم بشهر يفرحوا فيه بعطايا الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصر في هذا الشهر. ففي الحديث القدسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. أيها الأحبة في الله، شهر رمضان فرصة عظيمة ينبغي أن نغتنمها، شهر عظيم لمن اغتنم هذه الأيام المباركات. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر ويقول آمين 3 مرات، وبعدما نزل سئل عن سبب ذلك، فقال: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد، قل رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له فقل آمين. فقلت آمين. فقال له: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين. يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له فقل آمين. فقلت آمين. شهر رمضان أيها الأحبة خلد الله جل وعلا ذكره بأن افترض فيه الصيام لنزول القرآن فيه. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يضم شهر رمضان بين لياليه ليلة العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. علينا أن نغتنم هذا الشهر المبارك، علينا أن نغتنم هذه الأيام المباركات بالمسارعة إلى الخيرات، بطلب المغفرة والرحمات من خالق الأرض والسماوات. شهر رمضان شهر الجود والكرم، من فطر فيه صائما كان له من الأجر مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لاغتنام أيام شهر رمضان، وأن يوفقني وإياكم لصيام نهاره وقيام لياليه، إنه على ذلك قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونصل بحضراتكم إخوة الإيمان والإسلام إلى ختام هذه الأمسية الدينية المباركة التي نقدمها لحضراتكم عبر موقع وزارة الأوقاف المصرية. نصل إلى هذه الابتهالات الدينية سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، ونبقى مع المبتهل الشيخ سعيد محمد هزاع. يا صائمي رمضان، يا صائمي رمضان، فوزا بالمنى. يا صائمي رمضان، فوزا بالمنى. فتمتعون إلى السعادة والغنى، وثقوا بوعد الله إذ فيه الهنى، وثقوا بوعد الله الصوم لي، وأنا الذي أجزي به. يا فوز من للصوم قام بحقه. يا فوز من للصوم قام بحقه، وأتى بحسن القول فيه وصدقه، ومن الجحيم نجا، ومن الجحيم نجا، وفاز بعتقه. فالله قال عن الصيام لخلقه: الصوم لي وأنا الذي أجزي.